شفنا أنه لبنان عنده ميزات ومقومات كتير، ولكن عطول بنسمع الناس عم بيقولوا طيب وشو صاير علينا؟ مش شايفين شو عم بيصير بفلسطين؟ ما منعرف أي ساعة بتولع بالجنوب، وحتى بسوريا ما منعرف إذا الحرب ممكن تمتد على لبنان، وللأسف سياسييننا ما عم يعرفوا يتفقوا. أنا رح أقلكن أنه معكن حق، بس كمان رح أقلكن أنه لبنان بلد مميز، لأنه وين في بلد بالعالم الحروب دايرة حواليه والمهرجانات بتغطي كل أراضي؟ وين في بلد بيهتز الاقتصاد بالعالم وهو بحافظ على اقتصاده؟ العقارات بكل بلدان العالم انهارت، وبلبنان ارتفعت 4 أضعاف بالسنين الأخيرة. بلبنان في 4 مليون مقيم، برات لبنان في أكثر من 12 مليون مهاجر، وهن من أكبر الداعمين للاقتصاد اللبناني. لبنان مش مثل ما بيوصفوه ببعض الأفلام، صحراء وجمل، حرب ودمار. أكيد لا، لبنان أخضر، متمدن، سلام وأعمار، مشاريع بتضاهي أكبر بلدان العالم. ومين ورا كل هالتقدم؟ أكيد اللبناني. كلنا منعرف أنه النهضة العمرانية بلبنان ساهمت بتغيير وجه لبنان وحطته على الخريطة العالمية، وأنه القطاعين العقاري والمصرفي بشكله العمود الفقري للبنان. الملكية العقارية بتشكل أهمية كتير كبيرة للفرد اللبناني المقيم والمغترب، وهالقطاع جذب بشكل ملحوظ الرساميل العربية، وكان ولا يزال الاستثمار الأكثر ضمانة يلي ما تعرض لأي هزات بتاريخ لبنان. تطوير عمراني ضخم بلبنان وخاصة بقطاع البناء، وشركات كبيرة هي وراء هالتطور العقاري. بيروت عاصمة لبنان التاريخية عم تشهد نهضة عمرانية ضخمة، أبراج، مشاريع سكنية، سياحية وتجارية، أكثر من 2500 رخصة بناء انعملت بالسنين الأخيرة. على مدخل وسط بيروت التجاري وتحديداً حد ساحة الشهداء عم بيتم إنشاء مشروع كتير كبير حصد جوائز عديدة حطته على الخارطة العالمية، وأهمها فرانسيس تيبولتس بلندن. 40,000 متر ريزيدنشل، 10,000 متر ريتيل، 5,000 متر مساحة خضراء، و 1,400 موقف للسيارات. وين؟ بوسط وسط بيروت. بال 2010 بلش، 2017 بيخلص. ديستريكت اس. ديستريكت اس مشروع بلشناه بال 2010، كان تحدي كتير كبير لنا وكمان مسؤولية كتير كبيرة، خاصة بسبب موقع المشروع. حبينا نعمل مشروع ديستريكت اس بطريقة نربط فيها 3 من أهم مناطق العاصمة، يلي هن جميزة، صيفي فيليج وساحة الشهداء. من هون صار عنا بيج ديبيت إذا بنعملها جيتد كوميونيتي مسكرة أو انجيتد كوميونيتي مفتوحة على الجميع، تيربط أطراف العاصمة ببعضها. مشينا بالانجيتد كوميونيتي، ولنقدر نعمل هيدا الشيء استعنا بخبرات أجنبية. بالميكستر يلي عملناها بين الأركيتكتس من لندن ألايز أند موريسون والأركيتكتس اللوكل اللبنانية، قدرنا نجمع حاجات اللبنانية يلي عايشين برا ومعودين على نمط حياة معين بتقاليدنا اللبنانية يلي منفتخر فيها، وهيدا بيّننا very successful. The Francis Tibbles Award يلي ربحتها District S بلندن بال 2013 حطت مشروع District S على خارطة العالم، لما كنا عم نتنافس مع دبلن سيتي وليستر سكوير، وديستريكت اس تفوقت عليهم. نقطة تانية كتير مهمة يلي أصرينا عليها هي موضوع الإيكو فريندلي. حلفنا الحظ إنه مساحة أرض مشروع ديستريكت اس كتير كبيرة، تمتد على 13,000 متر أرض. هيدا الحجم سمح لنا أن نعمل شيء اسمه Lead Certification for Neighborhood Development يلي إجمالاً تعملها البلديات. اليوم مع ديستريكت اس لبنان بيكون خامس دولة بالعالم تيحصل على هيدا السيرتيفيكيشن. ديستريكت اس مشروع بنيناه على أرض 13,000 متر، وفي حوالي 40,000 متر ريزيدنشل و 10,000 متر ريتيل. مشروع ديستريكت اس is organized around 3 main public areas. أول واحدة الممرات اللي هن البيدستريان لينز، تاني شي البيازا which is at the heart of the project مع محلات ومطاعم وقهاوي، وتالت شي في كتير مساحات خضراء بالمشروع تمتد على فوق 5,000 متر. عنا كمان بديستريكت اس تاون هاوسز يلي هن شبه فيلات، كل وحدة حجمها حوالي 300 متر مربع. وعنا جوز المشروع هن 8 بنت هاوسز الفريدة من نوعها بمنطقة وسط بيروت، ويلي بتتضمن من برايفت تيرسز أو جاردنز وبرايفت سويمينج بولز لكل واحد منهم. ديستريكت اس مقسومة إلى قسمين، قسم شمالي وقسم جنوبي.
القسم الشمالي ببلش من الحيط البيتون الضخم اللي بوجهكم باتجاه البحر، بحوطه 4 تاور كرين. هذا القسم الأول من المشروع عبارة عن 8 بنايات من 5 إلى 7 طوابق و6 طوابق سفلية. أما القسم الثاني واللي هو القسم الجنوبي من هالحيط البيتون باتجاه الكاميرا، هذا القسم بيتضمن 13 بناية و6 طوابق سفلية. مدة تنفيذ مشروع ديستريكت اس 30 شهر، وإن الله راد رح نسلمه كله للمشروع بأوائل سنة 2017. الفكرة الأساسية وراء مشروع ديستريكت اس هي هالكوميونتي لايف اللي بتأمنها لسكانه، اللي بتخلي الشخص يحس إنه he belongs to a certain neighborhood that he is leading a certain vie de quartier. مع الخباز، مع الحلاق، مع الصيدلية، مع الكورنر ماركت، كلهم يلي مثل ما بيقولوا على مرمى حجر. District S truly is a city within the city. مصطفى أحمد الرئيس التنفيذي لشركة تريليوم هولدينج هو أصلاً مغترب لبناني، رجع على بلده وجاب معه الخبرة يلي اكتسبها بمجال التطوير العقاري، وضم لنجاحاته السابقة نجاحه بلبنان. بمقابلة جديدة رح نشوف سوا آخر مشاريع تريليوم هولدينج. As we look forward to 2014, I must look back for the last couple of years and reflect at what we have achieved so far at Trillium Development. We have only been in the market for 3 years and we have started already to deliver some of our prime projects. After all that is said and done, the most beautiful thing that happened this year was when we handed over some homes to some clients, and to see the happiness and the joy of a client that bought from you a couple of years ago their apartment, now that they are actually taking over their home, and their happiness in the face and their gratitude was worth all the time and effort that we spent to build this these buildings. The last few years we have built 13 residential developments and offices in Lebanon. We had also embarked last year on a massive campaign in Erbil, which was 1.1 million square meter land. It was a whole city. We started off today on the ground. We are already at 25% development on the project. So this gives us a lot of excitement for the future. Obviously, with every year, we have new hope and new ambitions and new horizons and new visions. For 2014, our strategy is very simple: to continue what we did and to improve it. Because we have realized that the most important thing is to think what the client wants. Make them an affordable home at a quality product in a prime location. In 2014, we have decided to start with hopefully 3 major projects. We understand that people tell us that the situation is not that great at the moment, and why are you still going on fast forward? Very simple. This is our country. We believe in it. We're going to continue to build in it. We're not going to stop. And no one is going to make us stop. If I would like to say something today, it is as follows. The real estate, if it's not the number one, is definitely the number two most important sector in our economy. It is critical that we as developers and you as clients and customers support each other. Every country is judged by its real estate development. When you look at a country, is it moving forward or backwards? They look at the real estate sector. It is important that we as developers and all our other developers continue to grow, make new projects, support the country, market our products, and bring people from outside back to our country. So my hope and my vision is to continue our rise and keep going and get stronger and stronger and from strength to strength and make sure that Trillium continues to be a leader in this sector.
لأنه النمو ما بيوقف وبينتقل من منطقة لمنطقة، صار ساحل المتن عنوان جديد للنمو العمراني، وساهمت بهالشي Waterfront City، المدينة التكاملية اللي بتجمع السكن والعمل والترفيه، ثمرة التعاون بين ماجد الفوتايم Properties وهولدينج جوزيف خوري وأولاده. بمقابلة مع المدير الأول للمشروع السيد سامر بساط، منشوف سوا آخر التطورات. Waterfront City على شط ساحل المتن هي عبارة عن مجتمع مصغر بتناغم وتناسق، بيجمع الناس بإطار عمراني مشترك وبيخلق روابط دائمة بتأمن حاجات الحياة الجماعية على المدى الطويل. يعني مدينة حياة هادية ومستقرة رح تأمن بيئة اجتماعية مستدامة تتمتع باكتفاء ذاتي مع استمرار التواصل مع محيطها. المرحلة الأولى بتطل على المارينا، مؤلفة من 10 بنايات بتخطط ال 75% حجم مبيعاتها. بأيار 2013 أطلقنا المرحلة الثانية من Waterfront City بعد دراسة دقيقة للسوق ولمتطلبات الناس. خلقنا وحدات سكنية أصغر بأسعار معقولة، يعني شقق من 75 متر لل 250 متر مربع، وصار من بيع منا حوالي 60%. البزنس بارك أو مجمع الأعمال التكاملي أطلقناه رسمياً بشباط 2014، ورح يوازي هالبزنس بارك مجمعات أعمال عالمية، يسمح بالتفاعل الاجتماعي بين زملاء العمل والزبائن والزوار، ورح يقدم كل التسهيلات لتفعيل الإنتاجية. هالبزنس بارك بيتألف من 12 بناية موزعة على 72 ألف متر مربع، 2 تم إطلاقهم بالمرحلة الأولى، وعدد المكاتب اللي انحجزوا لليوم بيضاهي تقريباً مساحة بنايتين كاملين. هالبزنس بارك رح يستوعب حوالي 6000 شخص، جميع أحجام الشركات من العملاقة للصغيرة. هالبزنس بارك بيقدم لأصحاب العمل والموظفين أقسام مريحة من المساحات المكتبية المختلفة، وبيخلق تنوع وجاذبية للمجتمع المصغر بWaterfront City. 90% من المالكين بWaterfront City هن اللبنانية، 85% منهم مقيمين بلبنان. Waterfront City بصدد الحصول على شهادة بريم، وهي أكثر الشهادات الموثوقة والمتداولة عالمياً لتقييم وتحديد مرتبة المشاريع السكنية وملائمتها لمعايير الجودة البيئية والهندسية، وكمان على شهادة الليد للبزنس بارك، وهي شهادة ريادة بترشيد استهلاك الطاقة وبالتصميم البيئي والحفاظ على المساحات السكنية الخضراء. أما Waterfront City Cares فهي مبادرة المسؤولية الاجتماعية اللي أطلقتها Waterfront City، وهدفها دعم المجتمع يلي Waterfront City هي جزء منه، ومساعدته لتأسيس تنمية مستدامة بعدة مجالات. نحن بنقتطع مبلغ $1,000 من كل شقة تنباع بWaterfront City لدعم مؤسسات غير حكومية بتركز على أهداف المسؤولية الاجتماعية، مثلاً تمكين المرأة، البيئة المستدامة، التربية والتعليم، صحة القلب والسلامة المرورية. هالقيمة النقدية للدعم ممكن توصل معنا ل $50,000، وفي كتير جمعيات معروفة استفادت من هالبرنامج لحد اليوم. نحن عم نعمر مدينة متكاملة، مستمرين على تطويرها إيماناً منا بلبنان على المدى الطويل. من سنة تقريباً تأسست بلبنان جمعية المطورين العقاريين يلي هدفها تسهيل وتنظيم هالقطاع. مقابلة مع رئيسة السيد نمير قرطاس ليعرفنا أكثر على ريدال، اللي كان لها دور كبير بإنجاح معرض دريم للعقارات بلبنان، وهونيك منشوف تفاؤل كبير لأصحاب المشاريع. ريدال جمعية المطورين العقاريين في لبنان يلي تأسست لجمع الشمل بين جميع المطورين يلي هن منافسين بعضهم البعض، بس بيجمعنا سوا حبنا وإيماننا بلبنان وأهمية دور التطوير العقاري بلبنان لتحسين اقتصادنا، ويلي بينعكس إيجابيا على جميع القطاعات الأخرى الاقتصادية، ويلي عنده دور اجتماعي يلي هو تأمين المسكن للبناني المقيم واللبناني الغير مقيم، لأنه كلنا وطننا هو لبنان وكلنا بدنا نرجع
للبنان. ريدال عملت سبونسرشيب السنة لدريم 2014، المعرض السنوي اللي بتنظمه شركة بروموفير بالبيال، ويلي هو المعرض الأساسي للتطوير العقاري بلبنان، ويلي بيعكس صورة إيجابية على الاستثمار بالعقار بلبنان. هالسبونسرشيب السنة زادت عدد المشتركين بالمعرض يلي العديد منهم بينتموا لريدال أو بطور الانتماء لريدال. بالتعاون مع المنظم ريدال قدرت تحسن التغطية الإعلامية للمعرض يلي سمع فيها ناس أكتر وإجا حضر العديد منهم بالمعرض، وعملت جو حلو بالبلد، غطى يمكن على التحديات الأمنية يلي كانت عم يمرق فيها البلد. رأيي الشخصي فضل ما أعطي لعاطيك التقارير العالمية شو بيقول اليوم، خاصة في تقرير من شركة سافلز مع كاندي يلي هي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، بيحكوا عن 12 مدينة بالعالم العقار فيها مميز، عم نحكي عن رايزنج ستارز بيسموهم، لبنان وبيروت والساحل سبيسيفيكلي واحد منهم. بيقولوا فيه للتقرير انه العقار بلبنان رخيص، ارخص بكثير من محلات تانية بالعالم، وشايفينه طلوع. انا كجورج شهوان بحب اكد انه السوق العقاري بلبنان سوق صلب، سوق قوي ما في خوف عليه. سموا لي شخص اشترى عقار ان كان ارض ولا شقه ولا مكتب اخر 40 سنه وخسر فيه. بصفتي نائب وسطاء ومستشاري العقار وعضو مجلس إدارة مطوري جمعية مطوري العقار، بقدر أقول لك إنه السوق العقاري بلبنان سوق متميز جدا، سوق قوي، سوق جامد، يعني منه سوق كيف ما كان. نحن از ديستريكت اس موجودين بالمعرض، أول شيء نشدد قدي إيماننا نحن قوي بهالبلد. تعرفوا ديستريكت اس من أكبر مشاريع اليوم موجودين بوسط بيروت التجاري. المشروع بتفوق قيمته ل 400 مليون دولار كسعر بيعي. عم نشوف الديماند اللي عم يجي لعنا اكثر من اللبنانيه سكسسفول عم يشتغلوا برا، حابين يكون عندهم بيت لهم بلبنان او بيت لاولادهم بلبنان ولا هذا. مشان هيك اتس فيري جود انفستمنت. العالم دائما تجي على لبنان تشتري بهالبلد مش بالدول المجاوره لكذا سبب. اول شيء مناخ لبنان ما في مثله من كل الدول اللي حواليه. تاني شيء لأنه هو مجتمع حر. تالت شيء لأنه كمان أسعاره بالرغم من الغلاء اللي صار بعده كمان أقل من الدول اللي حوالينا. لبنان نوعية الحياة بلبنان هي نوعية كتير حلوة. لبنان طبيعته وجماله هندسته المعمارية، مش بس طبيعته يعني الطبيعة الناتشرال، هي من أجمل الطبيعات ومن أجمل مدن بشرق الأوسط إذا مش بالعالم، وهذا أول سبب. تاني سبب هو الشعب اللبناني، أكيد هو شعب جميل، والشعب اللبناني هو شعب مثقف، والشعب اللبناني هو شعب مضياف، فما بتصور حدا بعقله المزبوط ما بيستثمر بلبنان. أملي إنه نقدر نستمر كمطورين وكريدال بمثابرة وبإيمان لتأدية واجبنا بتحسين التطوير العقاري بلبنان وعكس صورة إيجابية عنه، لأنه نحن منشكل أو التطوير العقاري بيشكل الصورة المثالية للبنان، ويلي بلشنا نعمله هو بداية، إن شاء الله بنستمر وبنقدر نقدم شيء أكتر للبنان ولا مواطني. كان هدفنا اليوم نغير صورة لبنان الخاطئة ونخبركن إنه بلدنا من أجمل البلدان، وإنه إيمان ومثابرة شعبه بيخلوا يكون بلد مميز جدا. لبنان وشعبه بحاجة لشغلة واحدة بس،
وهي وعي سياسية لبنان وأدراكهم أنه هيدا بلدهم، بلد أولادهم وأحفادهم، وأنه واجباتهم يتحتوا ويحافظوا عليه ويتركوا الباقي عليه.